السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمستوى الخامس. هذا برنامج مادة الاجتماعيات الفرد الثاني من الدورة الأولى. كالعادة كما شفتوا لي فيديو بجوج لي سبقوا، زائد هذا فروض من إنجاز الأستاذة مالكة، مشكورة على التقاسم. نحاول نقرأ الأسئلة ومن بعد عاد نعطيكم الأجوبة. هذا غتلقاو فيه التاريخ، الجغرافيا والتربيه المدنيه. اذا غادي نحاول نقراو التاريخ الاسئله ديالو، نرجعوا للاجوبه ثم ننتقلوا عاوتاني للجغرافيا بنفس الطريقه. كنتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعم الفائده. كنتمنى كذلك انكم تدعموا القناه بالجيم في لي فيديو. كنتظر الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم، شنو تبغيو في القناه في الفتره الجايه ديال الدوره الثانيه. نبدأ على بركة الله بالتاريخ. النص: يأتي القرطاجيون إلى المغرب ويفرغون بضائعهم على الشاطئ ثم يعودون إلى سفنهم ويوقدون النار لإخبار السكان الأصليين، وعندما يشاهد هؤلاء الدخان يقتربون ويضعون ذهبا مقابل البضائع وينسحبون. سؤال: من هم السكان الأصليون للمغرب؟ ما العلاقة التي ربطت بينهم وبين القرطاجيين؟ ما الطريقة التي تواصل بها القرطاجيون معهم؟ كيف كانت تتم التجارة بينهم؟ صنف البضائع التالية في الجدول: ذهب، قارورة عطر، ريش النعام، أواني فخارية. بضائع مغربية، بضائع قرطاجية. سؤال رقم 6: اذكر 3 مراكز تجارية أقامها الفينيقيون والقرطاجيون بالمغرب. مطلوب منك 3 فقط. فيما يخص الأجوبة الخاصة بالتاريخ: من هم سكان الأصليون للمغرب؟ هم الأمازيغ. ما العلاقة التي ربطت بينهم وبين القرطاجيين؟ التجارة. ما الطريقة التي تواصل بها القرطاجيون معهم؟ هو الدخان النار، يشعلون النار لإعلامهم بأنهم وصلوا. كيف كانت تتم التجارة بينهم؟ بالمقايضة. صنف البضائع التالية في الجدول: بالنسبة للبضائع المغربية هناك الذهب وريش النعام، بضائع قرطاجية قارورة عطر وأواني فخارية. اذكر 3 مراكز تجارية أقامها الفينيقيون: طنجيس، باباناسا، ليكسوس. هذوما راه ماشي المكان ديالها واقيلا. بالنسبة للتمرين رقم، هذه راه مشاركة ديال التلاميذ المستوى الخامس اللي كنا في المؤسسة، هما اللي خرجوا، هما اللي اقترحوا انني نوضع، لذلك كتشوفوا الخط بهذه الطريقة. هذه هاد اواني فخارية جو بونس بان هي هنايا، وهذا الريش النعام هنايا. بالنسبة للتمرين اولا فيما يخص الجغرافيا: صل بسهم كل مصطلح بالتعريف المناسب له. بالنسبة للمصطلحات عندنا الطقس، المناخ، الحرارة، التساقطات، النهر، الوادي. بالنسبة للتعريف هي درجة برودة أو سخونة الجو. تعريف ثاني: حالة الجو في منطقة معينة لمدة قصيرة. مجرى الماء الذي يجري على السطح، حالة الجو في منطقة معينة لمدة طويلة. مجرى الماء الذي يجري في مجرى متعمق.
كل ما يتساقط على سطح الأرض من أمطار وثلوج وبرد، يعني كل واحد غادي تصلوه بالتعريف دياله. أتمم النص بما يلي: تتشكل الجبال في المغرب على شكل، تتسع سلسلة جبال نقط في شمال المغرب وتمتد سلسلة جبال واو في وسط المغرب. أما الهضاب فتتمثل في الهضاب الأولى، وسهول تتمثل في سهول والسهول. إذا بالنسبة للأجوبة المقترحة، أكيد هنا راه كاين واحد الخطأ، نرجع. صل بسهم، نبداو بالطقس. الطقس حالة الجو في منطقة معينة لمدة قصيرة. المناخ حالة الجو في منطقة معينة لمدة طويلة. الحرارة هي درجة برودة أو سخونة الجو. التساقطات هو آخر تعريف عندكم هنا، هو كل ما يتساقط على سطح الأرض من أمطار وثلوج وبرد. النهر مجرى الماء الذي يجري على السطح، وهنا الوادي مجرى الماء الذي يجري في مجرى متعمق. سؤال جوج: أتمم النص بما يلي: تتشكل الجبال في المغرب على شكل سلاسل جبلية، تقع سلسلة جبال الريف في شمال المغرب وتمتد سلسلة جبال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير والأطلس الصغير في وسط المغرب. أما الهضاب فتتمثل في الهضاب العليا والصحراوية، والسهول تتمثل في سهول ملوية وسهول الأطلنطية. هذا كل ما يخص يعني الجغرافيا. فيما يخص التربية المدنية، سل كل مصطلح بالتعريف المناسب. عندنا جوج المصطلحات التعاونية القسم ميثاق الفصل. التزام جماعي يتضمن حقوق وواجبات المتعلمين. تنظيم، هذو التعريف، تنظيم تشاركي ينتخبه المتعلمون بهدف إنجاز أنشطة تربوية لهم. بالنسبة للتمرين رقم جوج: رتب خطوات انتخاب أعضاء تعاونية القسم، المحضر، إعلان نتائج، تقديم تعاونية، فرز الأصوات، الترشيح، التصويت، تقديم البرنامج. بالنسبة للتمرين رقم 3، صف ما يلي حسب الجدول التالي: سهولة الحصول على المعلومات، معرفة كيفية البحث، توفير الوقت والجهد، فتح مواقع آمنة. إذا شنو هي إيجابية استخدام الإنترنت وشروط استعمال الإنترنت؟ بالنسبة للأجوبة، تعاونية القسم، تنظيم تشاركي ينتخبه المتعلمون بهدف إنجاز أنشطة تربوية لهم. ميثاق الفصل هو التزام جماعي يتضمن حقوق وواجبات المتعلمين. بالنسبة للسؤال الثاني، هما الخطوات: أولا تقديم التعاونية، ثانيا الترشيح، ثالثا تقديم البرنامج، رابعا التصويت، خامسا فوارز الأصوات، سادسا إعلان النتائج، وسابعا المحضر. بالنسبة لنا الإيجابية استخدام الإنترنت: سهولة الحصول على المعلومة، توفير الوقت والجهد. بالنسبة لنا شروط استعمال الإنترنت: معرفة كيفية البحث وفتح مواقع آمنة.